مهم قوي في تصميم الجوامع ان المبنى يفصلك عن العالم الخارجي، يدخلك كده في حالة من الهدوء والسكينة علشان يساعدك على الخشوع في الصلاة. فلازم المعماري يهتم جدا بعزل الصوت في المبنى، لان هو ده اللي هيفصلك عن اي حاجة بتحصل بره. ويا سلام لو ضاف عنصر مية في المكان، لان صوتها بيساعد اكتر على الاسترخاء. وفي معماريين بيعملوا جناين صغيرة حوالين الجامع بحيث تجذب الطيور وتدي احساس للمصلين انهم وسط الطبيعة. وكمان بيعتمدوا دايما على النور الطبيعي الغير مباشر في قاعة الصلاة، لان الاسلوب ده في الإضاءة بيأهلنا نفسيا إننا نصلي. ويمكن ده هو سر الشعور اللي بنحسه لما بنصلي في الجوامع القديمة، لأن المعماريين زمان كانوا بيهتموا قوي بالحاجات دي. إنما بقى فكرة إننا نعمل أكبر جوامع ونشطبها أحسن تشطيب ونحط بقى إضاءة مبهرة ونجف، كل الحاجات دي ملهاش أي لازمة. بيت ربنا لازم يتصمم علشان يؤدي الوظيفة الأهم وهي الصلاة، علشان كده لازم كل ركن فيه يتصمم على الأساس ده.